عنوانة الشوارع ونظام المعلوماتية الجغرافية. بلدية الحازمية. الحازمية هي أول مدينة في لبنان تنفذ نظاماً متكاملاً للعنوانة البريدية ولنظام المعلوماتية الجغرافية GIS وفق معايير دولية حديثة. ما هو نظام المعلوماتية الجغرافية GIS؟ إنه برنامج يتمتع بمواصفات عالمية ويستخدم لالتقاط وإدارة وتحليل وعرض جميع المعلومات ذات الطابع الجغرافي. يشمل المشروع مسح وتجميع المعلومات الجغرافية والمدنية كافة ووضعها على نظام GIS. إن هذا النظام لا يعتمد على ذاكرة موظف أو خريطة مهترئة أو وثيقة لا تقرأ. إنه يحفظ المعلومات لأجيال ويساعد في إمكانية تعديلها وتطويرها. أدرك رئيس وأعضاء المجلس البلدي قدرة هذا النظام وقاموا بتطبيقه. خطت بلدية الحزمي خطوة جبارة باتجاه مكننة كامل أعمال البلدية. يضع هذا النظام معلومات أساسية تحت متناول رئيس البلدية والمجلس البلدي، ويساعدهم في إمكانية اتخاذ القرار في مجالات عدة: التخطيط المدني، متابعة عملية صيانة المنشآت والبنية التحتية، ضبط جباية الرسوم البلدية، إنجاز الميزانية السنوية ومتابعة صرفها، إمكانية تقديم خدمات الطوارئ والإسعاف. عناصر المشروع: العنوانة البريدية، لافتة الطرقات والأبنية، الخرائط العقارية، مسح البنى التحتية، مسح البنى الفوقية، الخرائط الملاحية والسياحية، وضع الخرائط كافة على نظام المعلوماتية الجغرافية GIS، عمليات الصيانة، تركيب خرائط كبيرة وشاشات لمس على مداخل البلدة لتوضيح العناوين. العنوانة البريدية. نظام العنوانة الذي طبق يلتزم المعايير الدولية وموافق عليه من مجلس الوزراء اللبناني بموجب قرار صادر في جلسته بتاريخ 12 شباط 2013. يعطي النظام اسماً أو رقماً لكل شارع، ورقماً لكل مبنى، ورمزاً بريدياً زيب كود لكل محلة. عنوان بلدية الحزمية 200، رقم البيت أو المبنى، شارع 13، اسم أو رقم الشارع. الحزمية، اسم المدينة أو المحلة. جيم لام، المحافظة. 12103، الرمز البريدي، زيب كود. يعتبر وجود نظام سليم للعنوانة البريدية في البلدان المتقدمة واحداً من الركائز الأساسية للاقتصاد، وهو يقدم فوائد عديدة. يساعد في وضع خرائط الملاحة GPS Navigation، يساعد الحركة السياحية، يساعد في إطلاق حركة التسوق الإلكتروني Online Commerce، يساعد الصليب الأحمر والدفاع المدني في الوصول سريعاً إلى أماكن الحوادث، يساعد المؤسسات التجارية والحكومية في استعمال البريد في المعاملات كافة وإيصال البضائع، يساعد في توحيد النظم المتعددة المتبعة في بعض البلديات وفي كهرباء لبنان والبريد ومصالح المياه. يضيف عنصراً أساسياً للهوية الشخصية Second ID. وضع كامل الخرائط على نظام المعلوماتية الجغرافية GIS. الإفرازات التي تم تنفيذها في أمانة السجل العقاري، التخطيطات المصدقة، الأبنية المرخصة والمنفذة أو غير المنفذة، عامل الاستثمار. مسح البنى التحتية يشتمل على فتحات المجاري، مجاري الصرف الصحي، مجاري مياه الأمطار، اتجاه التدفق، كابلات الاتصالات، الكابلات الكهربائية، شبكات قساط المياه الشفافة.
مسح البنى الفوقية يشتمل على المباني، مكوناتها، حالة البناء، نوع الأسطح، وجود مرائب إلى آخره، أعمدة الإنارة، أعمدة الكهرباء، الحدائق العامة، المواقع السياحية والتاريخية، أماكن العبادة، أكشاك الهاتف العمومية، محطات الهاتف، حاويات النفايات، الأشجار على جانبي الطرق الرئيسية التي يتم رعايتها من قبل البلدية، مواقع اللوحات الإعلانية، الخرائط الملاحية والسياحية، خرائط تظهر تفاصيل الشوارع بأسمائها والأبنية بأرقامها، دليل سياحي يشرح نظام العنونة، خريطة رقمية وضعت على أجهزة الملاحة، خريطة رقمية أضيفت إلى موقع الحزمي الإلكتروني.